ازيكم عاملين ايه؟ انا النهارده هعمل طريقه عمل البينك باستا. اول حاجه هعملها هكون جايبه ميه مغليه من الكاتل وهحطها، هسلق المكرونه بتاعتي عادي جدا. اوكي، وهحط زيت عشان المكرونه ما تلزقش، وملح، بعد كده اي نوع مكرونه. اوكي، انا بحب اكل سباكيتي اي نوع تاني. انا حطيت المكرونه دي، تمام، وهقلبها وهسيبها لحد ما تستوي. في الوقت المكرونه اللي هتستوي فيه هحضر البينك صوص. اوكي، خليكم معايا. واثناء ما المكرونه بتتسلق هعمل البينك صوص بتاعي. اول حاجه جبت تومه ونص، اوكي، بشرتهم. هنزل بعديها الزبده، وعندي فلفل الوان حسب الرغبه، بعديها احط نقطه زيت مش كتير، وهقلب كله بالطريقه دي. مش هخليه يتحمر خالص، مش قوي التوم، اوكي، بس يكون لونه ذهبي والفلفل يستوي شويه. وبعد ما التوم شكله بالطريقه دي هجيب اي صلصه، عندي معجون صلصه هحطها، مش هزود قوي، وأقلب. وهنا عندي كاتشب، مش هحط كتير بس عشان ما يبقاش طعمها نزز الطريقة دي، وهقلبها. وبعد كده هكون جايبة كريمة الطبخ، ده اللي هيخلي صوصها هيكون بينك وحلو كده. شايفين لونها بقى عامل ازاي؟ بعديها هحط الفلفل الاسود، بعد كده الملح، خلي بالي، وهحط بصل مطحون، شايفين لونها حلو ازاي وطعمها حلو جدا، طريقتها مختلفة، ولا منها ان هي بالصوص بالوايت صوص البشاميل او الكريمة او بالصلصة الحمراء اللي احنا بنعملها. ياريت تجربوها، تعجبكم جدا. انا هنا عندي جبنه موتزاريلا او مبشوره او ايا كان نوع الجبنه اللي عندكم، هحط شويه صلصه، هتسيح الجبنه وتمط كده مع المكرونه، يبقى طعمها حلو جدا. طبعا انا سلقت المكرونه، انا الوجبه دي بعمل جنبها برجر او ممكن تعملي جنبها كفته فراخ براحتك جدا، بس اكيد هتعجبكم طريقه عمل المكرونه الجديده دي. ولو جربتوها ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب،
ونفسي الفيديو ده يوصل ل 5000 لايك. هقلبتها كده، شايفين تقيل ازاي؟ ولا منه تقيل قوي ولا خفيف. طبعا الجبنة دي كلها هتسيح خالص اصلا، وهيبقى طعمها حلو قوي. طبعا بعد ما سلقت المكرونة هقوم حطاها على الصوص وسايباها. ممكن اضيف زيتون لو انتي حابة. وبألف هنا وشفا، واتمنى ان يكون فيديو عجبكم، واستنوني في الفيديو القادم ان شاء الله. باي باي. كده بعد ما ضفت المكرونة للصوص اللي ضفت عليه اخر حاجة كانت الجبنة، حلو قوي يعني، هتعجبكم قوي بجد. انا هعمل النهاردة جنبها برجر، هيبقى حلو قوي، سلطة حلو جدا. وممكن تعملي جنبها سلطة الروب الزبادي. هبقى اعمل لكم فيديو انا بعمل طريقة سلطة الروب بطريقة مختلفة وبتطلع حلوة قوي. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتكتبوا لي كومنتاتكم عشان تشجعوني عشان اعمل لكم فيديوهات اكتر. شكرا واشوفكم في فيديو تاني. باي باي.